لك اختيارات. طب نغني بعدين اسالك. طيب ماشي يلا. كل كلام اتقال عن عشرة الأندال يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل كل الكلام اتقال عن عشرة الأندال يا صحبة الشوم والعيبة ولما فيها عيال ما عادش في راجل يصونك ما عادش في راجل لو حتى لبسوه من هدومك ولقمته من رزيومك ما يصوناش لو بالحلال اسمع كلامي يا ولدي اسمع كلامي يا ولدي اسمع كلامي 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 يا ولدي اسمع كلامي يا ولدي ربنا يهدي الأحوال الراجل هيفضل راجل لو ما زمانه بيه والورد مهما دبلت بقى ريحته فيه لكن قليل الاصل عمره ما يشبع يوم يوم ولا يحمد اللطيف الصفار والنفس انا عشنا اساسي وسطنا والدنيا جت على حظنا كبر علينا العيال العيال يا ما في خير يتمرمغوا يا ما في خير يتمرمغوا وفي شدتي بيزوغوا ده مسكوا الفلوس وتنغنغهم عملوا علينا أبطال ياكلوا الحرام ويحللوا ياكلوا الحرام ويحللوا والخير يا عيني بينكروه ما شبعش على طبل تابوت اللي ياكل الحرام مع السلامة مع السلامة لأي راجل مش جدع كل اللي كان عامل تمام وهو اصلا مش جدع الصفار واخدينه غيا ما تحلوا عني بلاش اذية كل ما عامل خير فحد منه لازم اتلزع اكلوا الحرام ويحللوه والخير يا عيني بينكروه أشبع شعلة طبلي تبوك اللي يكون الحرام شكرا ممكن أطول في السقفة كده شوية كمان
الله 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 الله. يا رب يخليك. يعني أغنية حلوة قوي. الحمد لله. هتكلم عن كلماتها، انتوا عارفيني بفضل افصص الكلمات. بعد الفاصل نرجع مع نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي مرة تانية.